الأول أنا هقول الانفستيجيشنز بعدين هقول لأنه لازم تعرف إيه هي الانفستيجيشن عملها للمسيس بالكارد الكورس وإيه هم إي سي جي مش مهم اللي هي بتبين حاجات نون سبيسيفيك. في حاجة اسمها كونتينوس اس تي دي دي تشينجز، يعني تلاقي فلات أو انفيرتد دي ديبريست اس تي سيجمنت. لو قلنا قبل كده إن دي حاجة مش مهمة، ولو لقيت حاجة الاي سي جي مهمة خصوصا في الاس تي سيجمنت كده الليفيت في الاس تي سيجمنت، لكن هنا مفيش كده. لو فولتج، لو فولتج يعني ايه؟ يعني لما تيجي ناخد ان شاء الله الاي سي جي تلاقي نورمال مثلا كده منظر ده، فانسان طبيعي الاي سي جي عادي تلاقي البيشن عنده منظر ده صغير. اللو فولتج هنا بسبب ان في طبقه ميه عامله عزل بين الخط وبين السلوك المحطوط على سد العيان عشان تلقط وتبعتها لجهاز رسم الله. اثنين جاست اكس راي مش مهمه، تعلم فيها بس على حاجتين جاست اكس راي او يعني كفايه كفايه الاثنين دول مش مهمه، لان انت في امتحان الاي سي جي في امتحان الريتر لما تكتب الشست اكس راي في الريكارد الاكلوجن ممكن تكتب الشست اكس راي دايجنوستيك نقطة، لكن لو عايز تكتب كلمتين عنها تقول اللارج كارديك شالو لاست شيب هارت كده، ده الدايفرام بالمنظر ده، ده الهارت شالو عامل كده، شوف حجمه كبير كارديك شالو كده، بس مش ده الهارت الحقيقي. الهارت الحقيقي عامل زي دي كده، هو هارت حقيقي ما كبرش، اللي كبر ده لان الباقي ده كله ايه؟ ميه، لكن حجم الهارت نفسه ما كبرش. طب انت بتشوف الكارد الشاذ، اهم كلمه فيه ان سموث اوت لاين، يعني الخط اللي بره ده ناعم جدا with no angulations، مفيش زوايا. يعني ايه مفيش زوايا؟ لو كان العيان عنده ما عندوش تريك، لو كان المنظر اللي انت شايفه ده مش تريكارديا ديفيوجن، كان قلب كبير كنت تلاقي حته بتاعت طالعه كده مثلا عامله كده، ما زوايا، في زوايا مع نتيجه ان في اوض في القلب كبرت، هي مش كده هنا، مفيش حته في الباب كبرت كلها ميه، فالحدود من بره سموث اوت لاين ناعمه جدا، سموث اوت لاين ويز نو انجلز، مفيش زوايا. تاني حاجه بقى في الموضوع دي مهمه قوي، مكتوبه في الكتاب تقيل قوي اتعلم عليها الباقي شويه، ومكتوب في الكتاب ان انت لو عملت اشعه مثلا على الباب متحركه تلاقي انه يعني عملت اشعه النهارده، عملت اشعه تاني بعد يومين، تلاقي حجم الهارت بيتغير يوم ورا يوم، وشكل الهارت الشد ده بيتغير من وضع لوضع، لما ينام كده غير لما يقعد كده، الميه متحركه مش مهم خالص كده. لقيت حاجه اسمها واتش ساين مالهاش قيمه، نتعلم بس على حاجتين، اول حاجه دي اللي هي اللارج كارديك شادو وليه سموث بوردرز، وتاني حاجه ان في لانج وليجيميا. لانج وليجيميا معناها المفروض الانسان الطبيعي اذا ده فرق كده في المفروض في خطوط كده، الخطوط دي اسمها برونكو فاسكر ماركت. يعني ايه دي؟ يعني الشادو الخيال بتاع الفيسلز والبرونكاي اللي جوه اللنج، هتلاقي الخيال ده بتاع الشادو بتاع الفيسلز والبرونكاي اسمها فاسكر ماركت ضعيف، اسمها لانج وليجيميا. في الكتاب مكتوب كبير قوي لانج وليجيميا. اللانج وليجيميا دي ليه كده؟ قالوا ليه الفيسلز دي ما بتبقاش واضحه؟ المفروض كلنا لو عملنا اشعه تلاقي الفيسلز دي واضحه كده، ما بتبقاش واضحه لان البيشنت ده عنده ميه على الهارت، الميه دي زنقه على الهارت، الميه دي زنقه على الهارت في البريكارديا، ولما تكون زنقه على البريكارديا يبقى الدم اللي داخل الهارت قليل. احنا قلنا قبل كده دي عندنا حاجه اسمها سيستميك كونجستشن، معنى كده ان الضغط مش عارف يخش الهارت كويس، اذا كان الضغط مش عارف يخش الهارت كويس مش عارف يطلع لللانجز كويس، يبقى معنى كده اللانج مش هيوصل لها دم كفايه، بدليل ان في سيستم كونجستشن كلينيكالي، وبدليل ان في لو كارديال اوتبوت. معنى كده ان في حاجه اسمها اللانج وليجيميا. لو قال لك في الامتحان لانج وليجيميا معناها ايه؟ تقول له الفيسز دي مش واضحه، الاشعه ليه مش واضحه؟ لان اللانج مش واصل لها كفايه، ليه مش واصل لها كفايه؟ عشان الهارت مزنوق من بره بالميه دي. دول اهم حاجتين اتعلم عليهم في الشست اكس راي. الشست اكس راي مش مهمه في التشخيص، في اشعه في الكتاب موجوده رسم للاكس راي جاست بتاع البريكارديال فيوجن، ينزل اشعه الامتحان، لكن مش مهم تكتب في الكلمتين اللي احنا قلناهم دول.
بص اسمها بلاس شيب هاب، يعني الخطوط من بره ناعمه جدا سموث اوتلاين. ولانجوليكيه معناها ان الفاسكولار ماركينز مش واضحه، تشيست اكس راي ملهاش قيمه كبيره في التشخيص. اثنين ثلاثه ايكو مهم جدا، وايكو از فيري سنسيتيف اند سبيسيفيك ان دايجنوزنج بيريكارديال افيوجن، اكله شويه. ونمره اثنين، نمره ثلاثه كارديال كاتيترايزيشن ستارت، مش هنشطبها خالص، ما بنعملهاش اصلا في العينين على طول بيريكارديال افيوجن، بتتعمل لو عينه عنده انجينا هشتم هنا خالص. اذر انفستيجيشنز، في حاجه اسمها الكوز بقى في الكتاب بيريكارديوسينكيز، دي مهمه. ايه تحط ابره زي المعينات، تسحب شويه ميه تبعته من المعمل، والمعمل يرد عليك يقول لك نوع الميه ده اكسوديت ولا ترانسوديت ولا كذا كذا، عشان تقدر تعرف سببه. لازم اعرف سببه عشان اعرفه. في انفستيجيشن لو ما بانش في المعمل، لو الميه اللي انت سحبتها دي بعتها المعمل ما ردش عليك رد كونكلوسيف، يعني ما قالش حاجه واضحه في التحليل، قال ما لقيتش حاجه ممكن، طبعا ساعتها بتنتج بايوبسي البريكارديال، البريكارديال بايوبسي عشان تشخص بيها المرض ايه. اشهر حاجه بتتشخص بايوبسي هي التي بي ومالينسي. انفستيجيشنز ثانيه للكوز المكتوب في الكتاب ده مجرد اكزامبلز، ممكن تزود عليه او تنقص منه. يعني مثلا رينال فيلر، لو كنت شاك ان العيان ده عنده رينال فيلر كلينيكال تعمل له رينال فانكشن تيست، لو كنت شاك ان البيشنت ده فور اكزامبل عنده مايكاردال انفاركشن هتعمل له انزيمز، لو كنت شاك ان العيان عنده سيستميك لوبس هتعمل لها سيرولوجي اللي هي انتي بودي. ده مجرد اكزامبلز موجوده في كل الصفحه دي. عايز بس اتكلم على الايكو. الايكو سنسيتيف جدا، ده شخص لما يسالك في حاله ام سي كيو الايكو ده جود نيجاتيف تيست هنا هنا ولا جود بوزيتيف تيست، قول له الاثنين. جود نيجاتيف يعني استبعد ان في ميه، جود بوزيتيف يعني يثبت ان في ميه. يعني لو جبت واحد لسه متعلم ايكو من ساعه، لسه متعلم ايكو من ساعه بس، اول مره في حياته يعمل ايكو لحد تعلم من ساعه ما يغلطش في ميه، ما يقدرش يغلط في البريكارديال انفيوجن. يعني لو قال في ميه يبقى في ميه، ما فيش ميه يبقى ما فيش ميه. يعني جود بوزيتيف تيست يثبت، جود نيجاتيف تيست يستبعد. طيب في كل الانفستيجيشنز دي اهم اثنين انفستيجيشنز هم الايكو والتابنج. البريكارديال سينثيسيس دي اللي هي التابنج، يعني فوق الابره تسحب شويه ميه تبعته من المعمل يتحللوا، دول اهم اثنين انفستيجيشنز لو في حاله بريكارديال انفيوجن في الامتحان ريفن كيس. ليه بقى؟ لانه الايكو مهم عشان يثبت ان في ميه، والتابنج مهم عشان يعرف نوع الميه. يعني قصدي اشخص بيه ايه التابنج ده؟ سبب البريكارديال انفيوجن. لما يسالك في الامتحان ايه فايده الايكو تقول يثبت ان في ميه. الايكو ما يقدرش يعرف نوع الميه، ما يقدرش يعرف سبب الميه، لكن يقدر يعرف ان في ميه يثبت ان في ميه. التابنج يقدر يعرفني سبب الميه. عشان كده في صفحه طويله عريضه موجوده في الكتاب اللي هي بريكارديال سينثيسيس، اقف عندها شويه، دي مهمه في الشرح لانه هتتناقش فيها في امتحان الاورال. التابنج ده ليها حاجتين عنوانين، دايجنوستيك فاليو ثيرابيتيك فاليو. يعني ممكن تحط ابره في البريكارديوم عشان تشخص، ممكن تحط ابره عشان تعالج. العلاج ده اديله للتريتمنت شويه، لكن عشان اشخص هتاخد 3 4 سم من البريكارديال فلويد، تبعته المعمل يرد عليك المعمل يقول لك مواصفات الفلويد ده كذا، وتقدر انت تعرف من كلامه هل ده اكسوديت ولا ترانسوديت ولا بلاد ولا ايه المنظر اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت. لان اتكلمنا على كوز المره اللي فاتت، قلنا الكوز بيبقى على حسب الميه نوعها ايه في البريكارديال. ففي عندي جدول يفرق بين اكسوديت وترانسوديت. الجدول ده مهم جدا، اللي هو في الاول في الصفحه الاول فرق اكسوديت من ترانسوديت. الاكسوديت ده في فلويد فيه مواصفات التهاب، الترانسوديت فلويد فيه ما فيهوش مواصفات التهاب. تلاحظ انت في الجدول ان كله من اوله لاخره الجدول كل ناحيه الاكسوديت، كل الناحيه بتاعت الاكسوديت زايده في الارقام. الارقام كلها ناحيه الاكسوديت زايده، والارقام كلها ناحيه الترانسوديت ناقصه. فنبتدي الاول بالسيلز white blood cells، يعني المحيط الفلود اللي فيه اكسوليت بيبقى فيه white blood cells اكثر من 1000 سيل بير كيوبيك مليمتر، الثاني اقل من 1000 سيل بير كيوبيك مليمتر. السيلز الوايت بلاد سيلز المقصوده هنا، احنا عندنا في كتاب البلاد انواع كثيره من الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيل المقصوده هنا هي النيوتروفيلز. النيوتروفيلز دي مشهوره في اول درس في كتاب البلاد،
انها بتزيد في مرضين، فما بتزيد بتزيد في مليون مرض، بس اكثر مرضين بيزودوا نيوتروفلز. انا بتكلم عن نيوتروفلز اللي هي واحده من الوحايد بتوع الوايت بلاد سيلز. اهم مرضين بيزودوا نيوتروفلز هما انفكشن وانفلاميشن. طب المرض هنا انفلاميشن هو الاكسل، بتلاقي سيلز اكثر من 1000 سيل بير كيوبيك مليمتر، الثاني اقل من 1000 سيل بير كيوبيك مليمتر. انا بتكلم هنا على النيوتروفلز. النيوتروفلز دايما بتكتر في مرض انفلاماتوري. ليه؟ لان السيلز دي من الحاجات اللي بتروح عشان تقاوم الانفلاميشن. طيب اثنين، في عندي حاجه اسمها ال دي اتش انزايم اسمه لاكتيت هيدروجينيز انزايم. الانزايم ده مكتوب في الكتاب انه اكثر واقل من 200 يونت انتر اي يو اللي هو انترناشونال يونت بير ليتر. مش بس كده، ما انت لو عملت ريشيو ما بين ال دي اتش في الكارديال فيول وال دي اتش في السيرم يطلع الماء اكثر واقل من 0.6 0.6. يعني ايه؟ يعني لو عملت كده عينه قست فيها ال دي اتش في البريكارديال فلود وقسمتها على ال دي اتش في السيرم، خلاص يطلع الرقم كده اكتر من 0.6. دي حصلت ليه؟ حصلت علشان دي زادت اللي هي زياده ال دي اتش في البريكارديال فلود. ال دي اتش ده اللي هو ايه؟ بكتيريا هيدروجينيز انزايم. ده الاصعب. بيطلع من النيوتروفلز. فلو لقيت عينه فيها زياده نيوتروفلز، نيوتروفلز دي بتنتج بتطلع منها من جوه السيل لاكتيت هيدروجينيز انزايم من النيوتروفلز اللي ماتت. تاني حاجه بعد ال دي اتش بيزيد، ده مرتبط بالوايت بلاد سيلز. تالت حاجه سبيسيفيك جرافيتي. سبيسيفيك جرافيتي دي بتتعمل في الكتاب الكيمي لليورين، يورين اناليسس. بنعمل تحليل يورين اناليسس بنشوف في حاجه اسمها سبيسيفيك جرافيتي اللي هي بالعربي الكثافه النوعيه. ايه مقصود بيها يعني؟ مقصود بيها التركيز بتاع المحلول، التركيز بتاع العينه اللي انت خدتها. الاقي يعني ايه تركيز؟ مقصود بيه ايه برضه يعني؟ السبيسيفيك جرافيتي دي عيان كده عنده اكسلنت، والعيان التاني كده عنده ترانسلنت. مهم قوي افرق بينهم. هنلاقي كده ده المحلول هنا خدت 5 سم هنا وخدت 5 سم هنا، بس ده كده في ده وده في كده. ايه الفرق؟ ده ايه الازرق؟ ده سوليوت وده سولفنت. الميه اسمها سولفنت اللي هي الحاجه اللي بتذوب، والحاجه الدايبه اسمها سوليوت. هتلاحظ هنا ان التركيز هنا السوليوت اكتر من هنا. اشمعنى؟ ايه اللي زود ده؟ اللي زود ده ايه اللي مخلي وبالتالي طالما السوليوت اللي هي الماده الدايبه هنا اكتر من هنا، يبقى السبيسيفيك جرافيتي هنا اعلى من هنا. اسمها الكثافه النوعيه، اكتر واقل من 1016. ايه اللي زودها؟ ايه اللي زود دي هنا؟ دي زايده بسبب ايه؟ بسبب ان في الكترولايتس طلع برضه من الوايت بلاد سيلز زي صوديوم وبوتاسيوم واملاح ثانيه. الاملاح دي بتبقى طالعه من الوايت بلاد سيلز مرتبطه برضه بالوايت بلاد سيلز، وعشان هنا كده الوايت بلاد سيلز هنا زياده. يبقى ال دي اتش والسبيسيفيك جرافيتي مرتبطين بالوايت بلاد سيلز. اخر حاجه زايده هي البروتينات، اكثر واقل من 3 جرام بير سنت.
ولو سمحت انت بتكتب ورقه في الامتحان تكتب البروتين بالجرام مش بالملي جرام. مفيش بروتينات بتتقاس بالملي جرامز، بالملي جرام البروتين بيتقاس بالجرام. وعشان كده هنقول اكتر واقل من 3 جرام بير سنت. ايه اللي زود البروتين هنا؟ اللي زود البروتين هنا ان البروتين ده بين قوسين، البروتين ده البروتين زاد بين قوسين اكيوت فيز رياكتر. يعني ايه اكيوت فيز رياكتر؟ خدنا الرومانيك فيفر انفكتد انتوكارديتس عنوان كده اكيوت فيز رياكتر. الاكيوت فيز رياكتر اللي خدناه في الرومانيك فيفر كان عباره عن سيدمنتيشن ريت ليكوسايتوزس والسي رياكتر. مالناش دعوه بدول، ده هم مليون اكيوت فيز رياكتر من ضمنهم حاجه اسمها فايبرين وفايبرينوجين. الفايبرين والفايبرينوجين دول الاثنين بروتينات، بروتينز بيزيدوا منها. اكيوت فيز رياكتنس فبيزودوا التركيز بتاع المحلول بتاع الاكسودين. انت لو قست كميه البروتين في العيانين دول تلاقيهم زايده. طب زايده ليه؟ لان دول بروتينات بتزيد في حاله فيها تيشو ايه انفلاميشن، وبالتالي توديها في الخانه بتاعت الانفلاماتوري اللي هي الاكسودين مش التانسودين. الحاجات دي كلها بتعرفني ان ده اكسودين. لكن احنا قلنا قبل كده الحصه اللي فاتت ان موست كومن كوز للبريكارديال فيوجن هو تي بي. التي بي ده بين قوسين اكسودنت من نوع خاص جدا. لما يسالك في الامتحان ما تقولش التي بي ده ترانسودنت، التي بي ده اكسودنت. يعني ايه اكسودنت؟ يعني فيه في مواصفات انفلاميشن. هتلاقي زي اللي مكتوب في الجدول بالظبط مع بعض الفروقات، انه غني جدا بالار بي سيز وغني جدا بالليمفوسايتس. طب احنا المره اللي فاتت قلنا ان التي بي ده بيعمل بلاد، بيحط هيموراجيك اكسودنت لانه في كازيشن، والكازيشن دي بتعور البلاد فيسلز. فمش هنستغرب لو لقينا التي بي في ار بي سيز ريتش ار بي سيز اثنين ريتش الليمفوسايتس. احنا في الجدول ده في الخانه الاخيره وايت بلاد سيلز اكثر من 1000 قلنا عليهم نيوتروفيلز، الا لو كان السبب تي بي ما يبقوش نيوتروفيلز يبقوا ليمفوسايتس. لان الليمفوسايتس دول دايما لما تلاقي عيان عنده زياده ليمفوسايتس يبقى المرض ثلاث حاجات، تي بي وفايرال، تي بي او فايرال وممكن اوتو ايميون، تي بي او فايرال وممكن اوتو ايميون. من اشهر الحاجات اللي بتزود الليمفوسايتس هم تي بي وفايرال. فبالتالي لما نروح في كتاب الجست ان شاء الله على التيوبركلوزس تلاقي ان في التي بي هناك في ليمفوسايتوزس. يعني معنى كده ان التي بي ده اكسودنت من نوع خاص جدا بيزيد في الليمفوسايتس. يبقى هنبدل بقى في الخانه هنا بتاعت الوايت بلاد سيلز في التي بي، بدل ما يبقى وايت بلاد سيل من نوع نيوتروفيل يبقى وايت بلاد سيلز من نوع الليمفوسايتس. كمان التي بي ده بس اللايف، اشوف الاورجانيزم بعيني، لازم تشوف بعينك التي بي بس اللايف. ما ينفعش اعمل لها جرام ستين عادي، خدت في سنه ثالثه في البكتيريا ما بنعملش جرام ستين عادي، بنعمل ستيننج خاص جدا مشهور قوي اسمه زيل نيلسون عشان اشوف التي بي بس اللايف. او ممكن ازرعها اعملها، او حتى الاول انوكيوليشن على جينيتكس وممكن تزرعها على كلتشر خاصه جدا مش الكلتشر العاديه، تزرعها على حاجه اسمها لوبنشتاين. ولو ما بنتش سوري قصدي لوبنشتاين او باك تك، والباك تك كمزرعه اسرع في النتيجه بتاعتها من اللوبنشتاين. لو الحاجات دول الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول ستيننج بزين نيلسون او مزرعه خاصه دي ولازم تحفظ الاسم والباكتيك اسرع من لوبنشتاين او انوكيوليشن في الجينيتكس، لو كل دول ما بينوش تي بي بس لايف برغم ان انت متاكد ان العيان ده شكله كده تيوبيركلوس عنده تي بي لانه عنده لاين سويتس لاين فيفر وعنده كذا كذا وعنده ايبيكال فايبروز او ايبيكال كافيتيشن وعنده شكله كلينيكال تيوبيركلوس وعملت الثلاث حاجات دول ما قدرتش نعمل ما قدرتش يشوف تي بي بس لايف بعينه. يبقى العينه نفسها نفس العينه اللي معاك في المعمل دي اللي انت سحبتها من بريكارديوم تعرضها لحاجه اسمها بي سي ار بوليميريز تشين رياكشن. هنقول ان شاء الله في كتاب الجست بي سي ار اللي هي بي سي ار بوليميريز تشين رياكشن دي عباره عن انفستيجيشن بتكبر اختصارها كده بي سي ار بتكبر الدي ان ايه بتاع التي بي ملايين بتنسخ منه نسخ كتيره جدا وانت تقدر تشوف التي بي بس اللايف بمنتهى الوضوح لما كنتش قادر تشوفها. يبقى البي سي ار ما تعملوش، هيقول لي طب ما انا اعمله من الاول لانه سنسيتيف قوي. صح سنسيتيف قوي بس فيري اكسبنسيف
فبالتالي انا بوفره لو ما بنش في التحليل العادي. اخيرا بقيه الحاجات المكتوبه في الكتاب سهله جدا، يعني ممكن لو كنت انت سحبت العينه وخليتها اصفر معكر قوي انت شكيت انها فص، هتبعتها يرد عليك يقول لك غنيه بالفص سنس. لو سحبتها ولقيتها دم هيقول لك دم، لو سحبتها ولقيتها ميلكي وايت ان كلر يبقى هي لينكايلس. ميلكي وايت بقى اللي هو الكايلس ده يبقى ميلكي وايت، دول اللبن بالظبط غني بالفات سيلز. لما تضيف عليه ايثر يدوب، ولما تضيف عليه سفنتري يتحول اورنج، لانه ما ليه بيتحول اورنج؟ لانه مليان فات سيلز. الصفحه دي كلها لازم تحفظ فيها الجدول اللي فرق بين اكسيدنت وترانسيدنت. خلي بالك بقى ان نفس الصفحه دي بالظبط 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 هتلاقيها متكرره بالكربون في درسين كمان، درس بالبلورال ديفيوجن ودرس بيريتونيال ديفيوجن. بالظبط هي بلورال ديفيوجن يعني ميه في البلورا، بيريتونيال ديفيوجن يعني ميه في البطن اللي هو ايه؟ اسايتس. بس برضه الصفحه دي بتوريني ان السحب اللي انا عملته التابلنج ده دايجنوستيك، لكن ممكن التابلنج ده استخدمه في ثيرابيوتيك اجله شويه. اثنين، لو انت حطيت ابره في صدر العيان ليها كونترا انديكيشن زي ما اقدرش اعملها لو كان عنده مش موافق انت اوبرتيف بيشنت مش متعاون معانا، او لو كان عنده بليدنج تندنسي. لان لو عملت الابره دي في بليدنج تندنسي يقعد ينزف نزيف شديد جدا، لازم قبل ما نحط الابره دي لانها انفيزف تصلح الاول بليدنج تندنسي الموجود عند العيان. اثنين، ايه المكان اللي تحط فيه الابره دي؟ بحطها يا اما في البير اريا على حسب السيرفس انا كنت عشان تسحب الميه بسحبها من البير اريا اوف ذا هارت، يا اما جاست اوتسايد ذا ايبرس. في الامتحان احسن قول له، قول له ان دي كلام قديم جدا ومش مظبوط قوي، صح قوي ان احنا هنحط الابره دي لو مش في البير اريا ولا في البيز. ممكن انت تحطها وانت شايف، شايف يعني سونار جايد، جايدد بالسونار. يعني ايه؟ يعني وانت بتعمل الايكو اللي احنا قلنا عليه ايكو، ما هو السونار هو الايكو، وانت بتعمل الايكو تسحب الميه وانت الايكو بيرشدك، جايدد بالايكو، ايكو جايدد. ساعات تاخد بايوبسي من الليفر سونار جايدد، هناخدها في كتاب الجي اي تي ان شاء الله. يبقى اهم حاجه ان انت ما تخشش غميض كده معتمد على سيرفس اناتومي موجود بير ايا وبيزو بتبارك والكلام ده، لا انت خدها سونار جايدد ايكو جايدد. اخر حاجه، طب هي الابره اللي دخلت في صدر البيشنت ده تعمل مشاكل؟ ممكن او ممكن تعمل مشاكل لانها انفيزن نمره واحد، انفكشن تدخل عدوى لانها اي حاجه انفيزن ممكن تدخل انفكشن. تاني حاجه ممكن تعمل تروما، الابره اللي انت دخلتها دي ممكن تخرب الهارت، تخش من البريكارديوم على الهارت نفسه، وممكن تخش الهارت لازق في اللنج، وممكن تخرب الدوره. لو خربت الدوره هتدخل هواء في الدوره، ودخل الهواء في الدوره بقى مرض تاني تشيس اسمه هواء في الدوره يعني هيموثوركس. ممكن جدا الابره وهي داخله تلمس المايكارديوم، اي لمسه المايكارديوم مانيبيوليشن تخلق اريثميز، لانها بتنقط الاكشن بوتنشال من ماينس 90 لماينس 60. يبقى دي كومبليكيشنز لازم اخلي بالي منها. وانت بتحط الابره جوه في صدر العيان عشان تعمل تاني ده لازم يبقى في واحد جاهز جنبك بحقنه انتي اريثميك دراج، انتي اريثميك دراجز، رئيس الجي كامل ويشوف اذا كان جاله اريثميك واديله نوع الدواء الانتي اريثميك على حسب نوع الاريثميك اللي حصل له. يبقى دي قصه الانفستيجيشنز. اهم اثنين انفستيجيشنز على الاطلاق زي ما قلنا هم ايكو وتامين. تاني لما يسالك كيس من كيس الريتم دي تقول له ايكو عشان اشخص، تامين عشان اعرف نوع الفلود وبالتالي السبب. قبل ما اقول التريتمنت، في حاجه في الكتاب اسمها differential diagnosis of pericardial effusion. لان البريكارديال effusion حقيقه ما بيعتبرش مرض قد ما بيعتبر manifestation لمرض موجود. وبالتالي انت ما ينفعش في امتحان الكيسز ابدا تقول لي it is a case of pericardial effusion، لازم تقول لي it is a case of pericardial effusion سببها ايه. طيب اول حاجه في الديفرنشال دايجنوز، ديفرنشال دايجنوز اوف ذا كوز اوف ذا ريكاردال ايفيوجن، هتكتب الكوزز كده ونقطتين فوق بعض، وتكتب كلمتين عن معظم الاسباب مش لازم عن كل الاسباب،
عن معظم الأسباب، يعني نكمل الصف. تاني حاجة بتفرقها مع النيفروتيك سيندروم والليفر سيروسس، اشمعنى بالكاردال فيوجن بيلخبط مع دول؟ لأن الاثنين دول بالاسم بيعملوا جنرالايز إديما. بس إذا كان النيفروتيك سيندروم هو سبب الجنرالايز إديما هيكون بدي عنه في الجلد الأول. إذا كان الليفر سيروسس هو سبب الجنرالايز إديما هيبقى معاه في مانيفستيشنز بتاع الليفر سيروسس، هتلاقي عنده جوندس، هتلاقي عنده سبايدر ديباي، هتلاقي عنده بايليكو ماسك، هتلاقي عنده فيتور ريبابيكاس، حاجات ما خدناهاش لسه. يعني معنى كده سهل عليك قوي لما تلاقي إديما جنرالايز وعنده الحاجات اللي انا قلتها لك تقول طيب عنده فشل كبد ليفر سيروسس. فرقها مع هارت فيلر، مكتوب في الكتاب حاجه اسمها كونجستد هارت فيلر. كونجستد هارت فيلر معناها رايت سايد هارت فيلر اون توب اوف ليفت سايد هارت فيلر، يعني رايت جي اون توب اوف ليفت. حد يقول لي طب ما البريكارديال انفيوجن نفسه بيعمل هارت فيلر، انا موافق بس انا بتكلم هنا على هارت فيلر بسبب اي حاجه ثانيه غير البريكارديال انفيوجن. رايت اون توب اوف ليفت يعني ايه اللي يخليك تقول ليه اصلا دخل معاك الديفرنشال دايجنوزس؟ لان في الهارت فيلر في سيستميك كونجستشن وفي الهارت فيلر في لو كاردياك اوتبوت، طب ما الاثنين دول كانوا موجودين في الكلينيكال بيكتشر بتاع البريكارديال انفيوجن. وفي البريكارديال انفيوجن في الاشعه القلب بشكل كبير، في الهارت فيلر القلب بشكل كبير، فيخليك تلخبط شويه. بس الاجابه سهله جدا، نمره واحد ان في الهارت فيلر لا القلب فيه. لو عملت ايكو لعيانين البريكارد هارت فيلر نفسه تلاقي قلبه كبير حجما، هنا في البريكارد انفيوجن تلاقي قلبه نورمال حجمه حجم القلب طبيعي. امال هنا اللي زود الشادو ايه؟ ميه. لكن هناك في الهارت فيلر تلاقي حجم الهارت نفسه كبر، لان احنا لما خدنا الهارت فيلر كنا بنقول حجمه بيكبر ككومبنساتوري ميكانيزم بين دايلاتيشن ما بين هايبرتروفي. كمان هناك كان في جالبو ميردر، هنا لا في جالب ولا في ميردر. جالبو ميردر هناك كان اس 3 جالب وميردر اللي هو بتاع فانكشنال ريجيرج. هناك كان في بالسس اولترنانس، لكن هنا في بالسس بارادوكس، قلنا المره اللي فاتت بالسس بارادوكس. هناك كانت القديمة بتبتدي الاول، لكن هنا الاسايبس بتبتدي الاول، اسايبس ايكوكس. هناك القديمة بتبتدي الأول، لكن هنا أصايبس بتبتدي الأول. هناك في different types of ديسنيا. احنا لما خدنا هارت فيلر وخدنا على البروجيكتور في الديسنيا، كان في ديسنيا عادية، في أورثوميا، في بروكسيمال نوكتورنال ديسنيا، لكن هنا مفيش غير ديسنيا وخلاص. الديسنيا الموجودة هنا كانت بسبب إيه؟ بسبب إن المية بتضغط وخلي العيان حتى يقعد في وضع اسمه بريرز بوزيشن. طيب كمان من ضمن الديفرنشال دايجنوزس كونستريكتيف بيريكارديتس، انا هقول ان شاء الله بعد شويه ده ايه ده؟ فيبروزس في البيريكارديت. ايه الفكره ايه؟ ان الميه البيريكارديت فيوجن القلب مزنوق بميه، لكن كونستريكتيف بيريكارديتس القلب مزنوق بفيبروزس. اتوقع طالما مزنوق ومزنوق يبقى المره اللي فاتت كان فيه مزنوق وبالتالي الميه مش عارف الدم مش عارف يخش. كان فيه سيستميك كونجستشن وفيه لو كاردين اوتبوت. طب برضه هلاقي نفس الكلام موجود في الكونستريكتيف بيريكارديتس على اعتبار انه مزنوق بالفيروسس برضه. لكن في فرق مش مهم وعليه كويستشن مارك كبير افضل ما تقولوش خالص. الواي ديسنت، المره اللي فاتت وانا بشرح في الدرس بتاع البيريكارديتس قلت الواي اتنيويتد او ابسنت ان الفنتركل مش عارف يتمقطع ومزنوق من بره بالميه، فبالتالي مش عارف يستقبل دم جاي من الايه. يعني اقدر اقول الحصه اللي فاتت ان الاتريوم مش عارف يفضي كويس. اذا مش عارف يفضي كويس وانت عارف الاتريوم امتينج ضعيف اللي هو الواي ده هو معنى كده. قالوا لا بالكونستريكتيف بيريكارديتس بيبقى الواي عكس الاتنيويت، بتبقى بروميننت، بتبقى واضحه قوي يعني نيجاتيف. ما فات قلنا لازم نجيب، ما خدناش كونستريكتيف بيريكارديتس، بس حتى لما اقولها بعد شويه
غلط او مش غلط عليها كويستشن مارك كبير، افضل ما تقولش الفرق ده خالص خالص عن الاختلاف الشديد. انت تقول فرق واحد ان في الكونستريكتيف بيريكاردايتس في كالسيفيكيشن في البيريكارديوم، الفرق ده على اعلى درجه من الاهميه. حكايه الوايت ستانت دي عليها خناقه كبيره، ولما دورت عليها في التكست بوكس لقيت في تكست بوكس بتقولها وفي تكست بوكس بتعارضها، والاثنين تكست بوكس محترمه جدا. فمش ستر فما تقولهاش، انت تقول كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن دي يعني العيان عنده كونستريكتيف بيريكاردايتس، في الاكس راي بتاعته تلاقي كالسيفايد بيريكارديوم. طب هو بيبان ازاي كالسيفايد بيريكارديوم؟ ابيض تقيل قوي. ليه؟ هوريها لك انا الاشعه دي ان شاء الله بتاع البيريكارديوم ديفيوجن والمراجعه بتاعت الجست ان شاء الله. لانه البيريكارديوم في الكونستريكتيف بيريكارديتس بيبقى فيه تليف فايبروزس، لونج ستاندنج فايبروزس بيبقى فيه في الاخر كالسيفيكيشن. خلي بالك معروف جدا ان اي مرض لونج ستاندنج فايبروزس بيقلب في الاخر كالسيفيكيشن. وهنشوف بعد شويه ان الكونستريكتيف بيريكارديتس ده بيبان فيه في منتهى الوضوح كالسيفايد بيريكارديوم في الشست اكس راي. اخر ديفرنشال دايجنوزس حاجه اسمها ريستريكتيف كارديوميوبثي، ما خدناش لسه هنقولها ان شاء الله. فهو ريستريكتيف كارديوميوبثي ده برضه الفكره ايه؟ انه بيزنوا المرض بفايبروز، بس الزنقه هنا في مش في البيريكارديوم، ده في المايكارديوم نفسه، في المايكارديوم شخصيا. وعلى فكره الريستريكتيف كارديوميوبثي ده هو والكونستريكتيف بيريكارديتس، هو والبيريكارديال ديفيوجن لما خدناهم في اول صفحه في الكتاب كانوا بيقللوا فيلنج اوف ذا هارت. دول الديفرنشال دايجنوزس. هننط شويه كده وروح كده على نسبه الاحداث شويه، وروح كده على الديفرنشال دايجنوزس بتاع الكونستريكتيف بيريكارديتس. بص كده الكتاب على الديفرنشال دايجنوزس بتاع الكونستريكتيف بيريكارديتس، هو بالظبط بالظبط بالظبط، بس عملنا تبديل. الفرق ايه لو تلاحظ؟ هو يعني هناك كنا حاطين كونستريكتيف بيريكارديتس، هنا حاطينها بيريكارديال ايفيوجن، هو نفس الفرق بالظبط، بس في مقبوضه صغيره. الريستريكتيف كارديوميوباثي مكتوبه بالتقيل قوي، لانه لو سالك في امتحان الاورال ايه اهم ديفرنشال دايجنوستيك، احنا ما شرحناش كونستريكتيف بيريكارديتس، هنشرحها ان شاء الله النهارده. لما يقول في امتحان ايه اهم ديفرنشال دايجنوستيك كونستريكتيف بيريكارديتس، تقول له ريستريكتيف كارديوميوباثي. ازاي؟ لازم اشرح، هقول لك ريستريكتيف كارديوميوباثي اللي هشرحه لك اللي هو تليف مش في البيريكارديوم، ده في المايوكارديوم هنقول، وهنقول ان ده اهم ديفرنشال دايجنوز للكونستريكتيف بيريكارديتس، والاثنين بيقللوا الفيلنج بتاع الهارت بفايبروزس مش بميه. بس عشان الاثنين بيقللوا الفيلنج بتاع الهارت بيخشوا برضه في الديفرنشال دايجنوز مع بيريكارديال ديفيوجن. يبقى هو نفس الديفرنشال دايجنوز بالظبط، بس عدلنا غيرنا بدل بيريكارديال ديفيوجن حطينا كونستريكتيف بيريكارديتس على العكس. نرجع تاني، اخر حاجه موجوده في البريكارديال ديفيوجن هي التريتمنت. العلاج التريتمنت هو التريتمنت اوف ذا كوز. لو سالك في الامتحان ايه اهم حاجه تقول له تريتمنت اوف ذا كوز من هنا لبكره، والعلاج اهم حاجه فيه علاج الكوز. اختار سبب محترم واكتب اكزامبل، ممكن تختار تي دي هو اهم سبب. لو ما قلتوش وقلت سبب تاني هنقبله، بس انا افضل تكتب الموست كومن كوز. الموست كومن كوز هو التوبركيوزس، فلو عايز اكتب تي بي، فلو عايز اكتب تي بي المره اللي فاتت قلت هنكتب انتي توبركيوز دراجز ومعاهم كورتيكوستيرويدز. الكورتيزون دوره ان هو بيمنع حدوث الفيبروزس، لان هو انتي فيبروتيك انتي انفلاماتوري، من الادويه القويه جدا انتي فيبروتيك انتي انفلاماتوري. في نقط كتير هنا احنا مدينه عشان يمنع كونستريكتيف بيريكارديتس. طب افرض ما كنتش اديله وحصل اوريدي كونستريكتيف بيريكارديتس، يبقى ليه دور؟ لا ملوش دور، دور يمنع. لكن لو حصل كونستريكتيف بيريكارديتس يبقى ملوش دور. طب يبقى انت تديه حمايه، وهو بتديه حمايه الدوز بتاعته ثابته، هي نفس الدوز اللي قلناها في درس روماتيك فيفر، هي 1 ملي جرام بير كي جي بير داي، ما اتغيرتش ولا هتتغير الا في مرضين مالناش دعوه.
بالغطية الانتيبيتيكولز دوكس. انت مش شايف ان العيان ده يحصل له فلاينج اب اوف تي بي لانه انت مغطي بانتيبيتيكولز دوكس. بياخد العلاج ده لمدة حوالي من 6 شهور لحوالي 15 او 18 شهر على حسب الحالة بتاعته. انا عندي ثلاث انظمة في علاج التي بي، ثلاثة ريجيمنز، في ريجيم 6 شهور وفي ريجيم 9 شهور وفي ريجيم سنة او 15 شهر او 18 شهر، موجودة في كتاب التشستر ريجيم زي. المهم عندك ان انت لما تروح هناك في كتاب التشست هتحفظ الريجيمنز دي، فلو تحفظ الدوز بتاعتهم ومين ادوية الانتيبيتيكولز لازم يبقى متغطي بالكورتيكوستيرويدز. واحد اثنين، indications of tamping. مين ده العيان اللي تقرر فيه انك تحط ابره في البريكارديوم؟ مش عشان تشخص بس، لا كمان عشان اعالج. يعني اسمها هنا التامبنج ده ثيرابيوتيك تامبنج. طبعا كلمه تامبنج اللي هي اسم ثاني بريكارديوسينثيسيس، واللي هي اسم ثالث اسبيريشن. التامبنج ده بتحط ابره عشان تشفط الميه. نمرة واحد، لو كان العيان هيموت من النهجان العام، كانت الميه دي حجمها كبير جدا وعامله سيفير ريسبيراتوري ديستريس، يبقى عشان ترجع العيان لحد لما واحد يقول لي طب انا بعالج المرض بعالج السبب، صح، بس علاج السبب ممكن ياخد وقت شويه، ممكن ياخد له ايام واسابيع لحد لما الميه تصرف. فانت ما تسيبش العيان ايام لاسابيع عمال بتضايق من هيجان اللي عنده، لازم تعمله سيمتوماتيك تريتمنت. اثنين، لو كان العيان عنده بس قلنا قبل كده لو في بس محبوس، يعني في قاعده في الجراحه السنويه هتاخدها بتقول ان لازم البس ده يتشفط، ما ينفعش تدي انتي بايوتكس نقطه، لازم تبقى اوبن درينج، يعني تدخل ابره جوه البريكارديوم وتعمل اوبن درينج، لازم البس ده يتسحب لبره، ما ينفعش انت تكون خدت عينه 3 سم شفتها بعينك ان ده صديد والمعمل حلف لك ان اللي موجود ده بس وتديله انتي بايوتكس وتسكت، ما ينفعش، لازم تحط ابره وتشفط. تالت انديكيشن، لو كان اللي عنده ده ماليجنسي، مش معنى برضه دي بين قوسين مش علاج، ده باليتيف يعني بيخفف على العيان، يعني ده مش علاج، ده تخفيف الالم اللي عنده. لان لو عنده سبحان الله ماليجنسي في البريكارديوم، وقلنا المره اللي فاتت ده من ضمن ال 12 سنه اللي موجودين، دلوقتي احنا بعد كده مش هنسمح الموضوع التاخير ده خالص. بعد نص ساعة مش هنسمع. هي اخرها نص ساعة. انا حتى مش مطلوب هو ربع ساعة. يعني وزن ربع ساعة انا باقي سبعة. بس هي من سبعة لسبعة وربع مقبول. بعد سبعة وربع هفتح الباب مرة واحدة ونص. اخرها. بعد كده لا. لا انا ما بعرفش اشتغل، انا بتابع نفسي. لما كل شويه ده كده. وانا اوريدي تعبان جدا، بان ما فضلتش قاعد مش قادر اشتغل كويس، فانا مش قادر ما بعرفش اشتغل كده. بس انا شكرا مش بعرف. في حد غيري ممكن يعرف يشتغل. يعني في حد غيري ممكن كل شويه ده بيشتغل، لكن هو شغال انا بعرف. انا بعرف. يبقى التريتمنت يبقى اول التابنج ده ليه فكره ان لو واحد عنده ماليجنس في البريكارديوم تحب ان انت تعمله تابنج عشان الميه كتير. الماليجنس ديفيوجن بيتميز ان الميه حجمها كبير عماله مهجان. كمان اهم نقطه انك بتحقن جوه البريكارديوم سايتوتوكسيك دروكس. يعني ايه سايتوتوكسيك؟ يعني بين قوسين انتي كانسر. انتي كانسر دراج دي فايدتها ايه؟ انها تموت الماليجنت سيلز اللي في البريكارديوم. طب هو ده علاج للكانسر اللي عنده؟ لا ده مش علاج. هو المرض ايه؟ لوكيميا. اللوكيميا البرايمري فين؟ في البومر. علاج اللوكيميا او علاج اي كانسر هو علاج البرايمري. كل اللي انت بتعمله هنا ايه؟ كلمة واحدة باليتيف يعني تخفف على العين. لأن الماليجنت سيلز الموجودة في البريكارديوم عاملة له إزعاج وعاملة له مية كتير فبحرق الماليجنت سيلز دي. باليتيف تريتمنت فقط. تالت واحدة
بريكارديوليزيس دي على اعلى درجه من الحميه. بريكارديوليزيس دي بتعمل في عيان عنده بريجنسي. اشمعنى برضه؟ لانه المالينت بريكارديال انفيوجن بيتميز. انت طبعا لما بتلاقي عيان عنده كده سبحان الله بتكون تيرمينال كيسز، يعني لو كان واحد عنده مالينسي وضربت في البريكارديوم بيكون حاله تيرمينال الا ان يشاء الله. يعني ينفع واحد عنده تيرمينال مالينسي والدكاتره راح قالوا له سواء هنا او بره انه قدامه ثلاث، طبعا ما اعرفش الدكتور اللي بيقول كده ده حاجه في منتهى الغرابه، بيقول له قدامك ثلاث شهور مثلا والدم مثلا، يعني هو لازم يحصل كده طبعا. لا يعني ينفع يخف 100%، مفيش فيها كلام 100% ينفع يخف لو ربنا سبحانه على الاغراض في كده. شفت كده، شفت حاله واحده في حياتي كلها. بس الفكره ايه؟ ولسه لحد دلوقتي سبحان الله عايش. الفكره انه دي بالدعاء انت احنا ولا حاجه خالص، كل ده سبب من اسباب فقط، بس لازم عندك يقين انه شفت الدعاء ما تتلاقى تلقى ربنا سبحانه. الفكره ان هنا لما تقول تيرمينال يبقى انت بتحاول وانت عارف من جواك ان ده تيرمينال ان انت تخفف عن حاجه. من ضمن التخفيف حاجه اسمها بلوك بيريكارديوليزيس. ليه؟ لان الميه اللي جوه البيريكارديوم حجمها كبير جدا. اهم كلمه تقولها في المالينت بيريكارديال ديفيوجن انها مسف وغير مسف. مسف دي بتعمل مهجان فحطينا ابره شفطنا وحققنا انتي كانسر. لكن غير انها مثلا اهم كلمه تاني ريكرنت بسرعه جدا، ترجع تجمع بسرعه، ترجع تجمع بسرعه، تصحتها تجمع، تصحتها تجمع تاني. لان المالينت سيلز دي بتبقى اسوشيتد معاها انفلاماتوري رياكشن عنيفه جدا جدا. وعشان بترجع تجمع تاني يبقى انت عمال تزعج العيان، بتزعجه بمعنى كلمه بتزعجه. كل شويه، كل كام يوم، كل يومين تجمع في صدره ميه قد كده. يعملوا لنا هجان جامد جدا. تروح جاي كده تسحبه النهجان بيضايقه والابره مضايقاه اكتر فبتزعجه كل شويه، النهجان بيزعجه كل شويه والابره بتزعجه كل شويه. فانت لا عايز ينهج ولا عايز ابره فبلاها خالص، بلاها خالص. يبقى ما تقفل الازعاج ده. تقفله ازاي؟ قفل البريكارد. قفله ازاي؟ تقفله تيجي بين الطبقتين بتوع البريكارد مره واحده طول العمر وتحقن ماده اسمها تيتراسايكلين. الماده دي بتعمل ايه؟ بتعمل شويه انفلاماتوري رياكشن بين طبقتين بتوع البريكارديوم. طب الهدف ايه؟ الهدف يلزق الفيسر البريكارديوم مع الخرايا البلتريه. لما يعمل انفلاماتوري رياكشن بيلتهي الحال اللي يلزق ده معاه. طب واذا لزق يبقى قفل البريكارديوم سبيس. ينفع يعيش من غير بريكارديوم؟ ده انت ينفع تقشر البريكارديوم خالص. طب وينفع يعيش في غلط عيان؟ طبعا ممكن. فلزق البريكارديوم في بعضه. اوعى حد يقول لي طب ما انا لو عملت كده يبقى انا عملت، يبقى انا جبت للعيان ده فيروزس. لا لا، انت بتحقن تيتراسايكلين بيعمل شويه اريتيشن انفلاماتوري رياكشن ما بين الفيسرا والبريكارديوم خفيفه جدا كافيه انك تلزق الاثنين في بعض، لكن لا يمكن تخلق فيبروس لدرجة تجيب له كونستريكتيف بيريكارديتس. انا مش هجيب له كونستريكتيف بيريكارديتس. يبقى دي فكرتها بتتعمل اكسكلوسيفلي في العيانين المريضة، لان بيجي لهم ريكارنت فيوجن والعيان بينزعج وهو في الاول وفي الاخر مريض. فكرة كده. حضر دايما امتحان اورال نون انفكتيف انديكيشنز اوف تيتراسايكلين. دي واحدة منهم. يعني ايه؟ يعني امتى تستخدم التيتراسايكلين في غرض غير انه انتي بايوتك، هو هنا وفي حاجات تانيه. في غرض غير انه انتي بايوتك هنا وفي مرضين كمان. اجلهم ما خدناهمش دول موجودين في كتاب التشيسي. خلي بالك من الحوار. يعني معنى الكلام ده انه ده انت بتستخدم تتراسايكل في انفكشنز كتيره. يعني مثلا في كتاب التشيسي بنستخدمه في نوع من انواع النمونيا. في كتاب الانفكشنز بنستخدمه في الملاريا، في البروسيلا، في الكوليرا. لكن دول كلهم حاجات عدوى انفكشن. انا بتكلم في حاجه غير انه انتي بايوتيك. هنا واحده عشان يلزق البريكارديال سبيسز في بعضه. اخر حاجه بنعمل حاجه غريبه جدا. لو كان العيان عنده افيوجن كبير جدا ونوت ريسبونسيف لميديكال تريتمنت، بنحاول معاه ميديكال تريتمنت ولا يستفيد،
مضطر لحد لما علاج الكوز يجيب نتيجة. ان اهم علاج هو علاج الكوز، اهم حاجة هو علاج السبب. لحد لما علاج السبب يجيب نتيجة مضطر ان انت تريح برضو العيان، حاولت معاه وما نفعش، فمضطر ان انت تقشر البريكارد تشيله خالص جراحيا. عندنا في اصابعين في اسم 24 كارديو ثراسيك سيرج يعملوا بريكارديكتومي، يشيلوا البريكارديوم خالص، وممكن واحد يعيش غير بريكارديوم طبعا. لكن في فكره ثانيه اسمها بريكارديو فلورال ويندو، انا ما اعرفش بيعملوها ازاي بس اعرف فكرتها. يعني ايه بريكارديو فلورال ويندو؟ يعني بيرحل المشكله، الاجابه بيرحل المشكله لحد لما يعالج الكوز. يعني ايه رحل المشكله؟ هو مين السبيس الاكبر؟ البريكارديوم ولا الفلورال؟ الفلورال. طب البريكارديوم اتملى على الاخر، اتملى على الاخر خالص، رحل انت بس المشكله. يعني فضي البريكارديوم، فضي الميه اللي في البريكارديوم في سبيس اكبر، بيفتح وصله بين البريكارديوم والفلورال اسمها بريكارديوم فلورال ويندو، عشان يصفي الميه من البريكارديوم للفلورال، فيبقى انت رحلت المشكله. طب هل ده علاج؟ لا ده مش علاج، دي مؤقته لحد لما تعالج الكوز. في كل الاسباب، في كل الكوز التريتمنت الموجود ده، الموست امبورتنت هو تريتمنت اوف ذا كوز رسمي. لازم تقول اكزامبل كذا كذا كذا، لازم تحضر الامتحان اورال، انديكيشنز اوف تابينج، نمرة اثنين لازم تحضر الاورال نون انفكتيف انديكيشنز اوف تيتراسايكلين، لازم تكون مجمعها. لو مش مجمعها هتجاوبها بس مش هتجاوبها 100%. يبقى هو ده البريكارديال ديزيز فيوجن. بعد كده هنتنقل على حاجه اسمها فيكس ديزيز اللي هو الكونستركتيف بيريكارديتس. شوف الاجهزه البيريكارديتس عباره عن سطرين في الكتاب رقم ملهمش قيمه خالص. اجهزه البيريكارديتس عباره عن ان البيريكارديوم بيلزق في السراوندنج ستراكشر دي مالهاش قيمه. انا يهمني جدا جدا كونستركتيف بيريكارديتس لما تيجي في المراجعه بتاعت الكارديولوجي وتعلم على السبجكتس ايه في الكتاب يطلع constrictive pericarditis والpericardial diffusion subject A++ plus plus plus. المواضيع مهمة جدا جدا جدا. صحيح ما بتنزلكش clinical في الامتحان long case، انا مش هنزلك long case pericardial disease بتنزل في الماجستير والدكتور، انا بتكلم عن clinical. لكن نظري اكيد، وريتن cases اكيد. انت تركز معايا بقى في constrictive pericarditis، ده يعتمد تماما 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 على الفهم. لازم تبقى فاهمها كويس قوي. هنا مفيش حبس في الكونستركتيف بيريكارديتس، مفيهاش حبس، كلها لازم تفهم. وهنا المرض وصفها باسم واحد اتسمى على اسمه فيكس ديزيز، اسبابه بالاي، حروف كتير احفظها لتقدم بالاي. ايديوباتيك سببه مش معروف. اثنين انفكتد ما بين تي بي واشياء اخرى، فايرال فانجل بكتيريال. ثلاثه ايراديشن، ايراديشن ده عيان دخل يتعالج من البيت بتاعه، عيان كانسر هم اللي اتعالجوا سبحان الله بالاشعه، بس مش على جلسه او اثنين، جاله جلسات كتير سبحان الله. الجلسات دي يخرج منها عامله له سايد افكتس. من ضمن المشاكل اللي بتعملها ان المره اللي فاتت تعمل ايريتيشن للبريكارديوم، كانت بتعمل دراي بريكارديوم، لكن ممكن لونج ستاندنج ايريتيشن بيعمل فيبروزس وبيعمل كونستريكتيف بريكارديوم. حضر دايما الامتحان سؤال فيري كومن، فيري كومن في امتحان الاورال، فيري كومن المشاكل اللي بتحصل بسبب الاشعه، بسبب الايراديشن. ما قلناش الاثنين يعني طلبوا ثلاثه لحد دلوقتي، نمره واحد دراي بريكارديتس وبالتالي بريكارديال ديفيوجن، وده نمره اثنين اللي هو كونستريكتيف بريكارديتس. هتلاقي المشاكل اللي بتعملها الايراديشن متنقوره متوزعه في كل الكتب، هتلاقيها في كتاب الجسم، هتلاقي في كتاب البلد، هتلاقي في كتاب الجي اي تي، وفي حتت كتير جدا. فبناء عليه لازم تجمعهم، لو مش مجمعهم هتجاوب بس مش هتجاوب 100%. هتقعد تجيب من الشرق ومن الغرب، لازم لما تسال في المحل ده تبقى جاهز ومجمعها. يعني ايه حافظها؟ مش ان انت تقعد تفكر بقى وتقعد تعمل سكاننج في مخك وتدور فين المكان الموجود، مش هتعرف تجيبهم. دي قصه الايراديشن. تاني حاجه، تالت حاجه مكتوب في الكتاب immunological يعني وسط الانتيبوديز، يعني وسط خلل في جهاز المناعه. ممكن تحصل في عيان عنده سيستم لوبس،
يعني انتي بودز ضد البريكاردي تعمل التهاب قوي للمغز للبيت فايبروزس. ممكن تحصل في عيان عندها سكليروليما، ممكن تحصل في عيان عنده روماتويد ارثرايتس، اي حاجه اوتو ايمون واسطه انتي بودز. طب ما روماتيك فيفر عدت علينا في التالو كارديولوجي برضه كانت اوتو ايمون، بس مكتوب في الكتاب نوت ان روماتيك فيفر. ايوه انا فاكر روماتيك فيفر كان هما نوعين، كان في اكسيديتيف ليجن وبروليفريتيف ليجن. الاكسيديتيف دي ما كانتش بتنتين فايبروزس، البروليفريتيف كانت بتنتين فايبروزس. طب احنا لما صنفناهم هناك قلنا السيروس ممبرينز زي البريكارديوم تبع عنوان اكسيديتيف، فما بينتهيش بالفايبروزس. وعشان كده افتح لو سمحت صفحه الروماتيك فيفر كده في الميجر كرايتيريا بتاعتها في الكارديوك مانيفستيشنز بتاعتها. كارديوك مانيفستيشنز اوف روماتيك فيفر كارديوك 88 بيريكاردايتس. اقرا تحت كده بيريك، كان ممكن ان الروماتيك فيفر من ضمن الميجر كرايتيريا يعمل بيريكاردايتس. طب اقرا كده البيريكارديوم كان بيعمل كل ما عدا كونستريكتيف. ليه ما يعملش كونستريكتيف ساعتها؟ شرحناها وقلنا لانه ما بيعملش فايبروزس. طب في نفس الدرس برضه بص كده على الباثولوجي، هتلاقي في اكسيديتيف ليجن وفي بروليفريتيف ليجن. والسيروس ممبرين تبع عنوان اكسيديتيف يعني ما بيعملش فايبروزس، فلا يمكن الروماتيك فيفر تعمل كونستريكتيف بيريكاردايتس. ده مهم ولازم تبعته كويس جدا. إذا كان الكلام ده مظبوط يبقى هنرجع تاني في كل الأسباب المكتوبة دي. الموست كومن كوز للكونستريكتيف بيريكارديتس هو نفسه الموست كومن كوز للبيريكارديال انفيوجن تي تيوبركلوزس. بس خلي بالك من حاجة، إذا التي بي إذا العيان جالك وعنده تي بي بيريكارديال انفيوجن بتديله هاتي تيوبركلوز ومعاه كورتيزون. لكن اذا جالك عيان عنده تي بي كونستريكتيف بيريكاردايتس مش هيبقى فيه دور للكورتيكوستيرويد، هتاخد منه ضرر الكورتيزون من غير ما تاخد منه فايده، لان خلاص طالما حصل كده يبقى ايريفرسبل. وعلاجه ان انت تشيل البيريكارديوم وتعمله بيريكاردياكتومي الشرط. لكن الكورتيزون مش هينفع، مش هينفع لو عيان ضغطه ورجع لكونستريكتيف بيريكاردايتس. خلي بالك الحوار اللي جاي ده كله لازم تفهمه، لان الكونستريكتيف بيريكارديتس اهم حاجه في فهمه، ده درس من اهم دروس الكتاب. ينزل كيس ريتن 100%. الكتاب فيه مكتوب باثولوجي وباثوجينز. الباثولوجي معناه ان ايه اللي بيجرى العيان ده؟ العيان اللي بيجرى العيان ده ان المرض ده مش ان القلب مزنوق بميه، لا القلب مزنوق باكسسيف دنس فايبروزس دنس فايبرس تيشو بيزنق الهارت. كانك جبت القلب ده وحطيت حوالين الهارت حبة تقيل قوي وشديت، يعني دنس فايبرس تيشو very late in the course of the disease يقلب الفايبروزس ده كالسيفيكيشن. طب هو الكالسيفيكيشن ده يبان في الاشعه؟ يبان في منتهى الوضوح جدا، ابيض تقيل قوي. هوريك انا ان شاء الله اشعه هارت فيها كالسيفايد بريكارديوم، تلاقي في كالسيفيكيشن بيضة تقيلة قوي واضحة. يبقى أول حاجة في الباثولوجي إن القلب هنا مزنوق مش بمية، ده مزنوق بفايبرس تيشو اكسسيف فايبروزس. ده في الأول فيري ليت يقلب الكالسيفيكيشن. لما بيقلب الكالسيفيكيشن تعرف إن عندك ده تيرمينال كيس خالص وبيجي متأخر قوي، لكن طبعا عمر ما العيان بيجي لك في المرحلة دي، غالبا العيان بيجي في مرحلة ما قبل الكالسيفيكيشن اللي هي الفايبروزس. الباثوجينيسيس هنقول كده المنظر، شوف انه هعمل مقارنه بين واحد نورمال، واحد عنده بيريكارديال انفيوجن، واحد عنده كونستريكتيف بيريكارديتس. ده هنا نو فلويد نو فايبروزس، نورمال ولا في فلويد ولا في فايبروزس. عشان نفهم الباثوجينيسيس، عشان افهم الباثوجينيسيس اللي هو الوات هابنز يعني ايه التغيير اللي حصل عندي، لازم افهم المقارنه دي. لازم افهم المقارنه دي، نورمال
intense fibrosis. هنا no fluid, no fibrosis. ايه الفرق بينهم؟ شوف مبدئيا بقى لازم نفهم مين اللي يزنق الهارت اكتر, الفلود ولا الفيروس؟ لان الفلود اللي بيزنق قصدي بيه 2000 سنتي بالراحه او 200 سنتي بسرعه, اللي بيها وصلت لان البريكارديان مش قادر يسترتش اكتر من كده. امتى البريكارديان ما يقدرش يتمطع اكتر من كده؟ لو حطيت فيه 200 سنتي 2000 سنتي بالراحه او 200 سنتي بسرعه, لان 200 سنتي بسرعه ده بيبقى اسرع من قدرته انه يسترتش. خلاص يبقى فور سواء 2000 او 200, 2000 بالراحه او 200 بسرعه, وصلت لحاجه اسمها ماكسيمم الاستيك ليميت, ما يقدرش يتمطع بعد كده شعر, ما يقدرش يتمطع بعد كده شعر واحد, يعني ما فيش الاستيسيتي خالص خالص. ده هنا. اما الفايبروسس, ده فايبروسس فايبرس تيشو, يفرق ايه طبيعه الفايبروسس عن النورمال؟ النورمال الاستيك طبيعي جدا, الاستيك قوي. الفايبروسس الالاستيسيتي بتاعته ما انعدمتش, قلت. الفايبرس تيشو عنده قدر من الالاستيسيتي, صحيح اقل من النورمال لكن في شويه الاستيسيتي, يبقى ثيرفور ده فولي الاستيك, ده نوت الاستيك, لكن ده بارشلي الاستيك. تفرق؟ اه طبعا تفرق. الالاستيسيتي دي مطلوبه عشان الهارت يتمطع. طب هو الهارت يتمطع في مرحله السيستول ولا في الدايستول؟ في الدايستول. يبقى كل كلامي هيكون على مرحله الدايستول. اذا الجيفن ده قدامك وقلت لي ان ده فولي الاستيك, يعني معنى كده ان الهارت على الانسان الطبيعي مسموح له, مسموح له يريلاكس يتمطع في اي مرحله في الدايستول, اول ثرو ذا دايستول, يعني العيان مسموح له يعمل ريلاكسيشن في كل مرحله في الدايستول. فكرني كده في الكاردياك سايكل كان في كام مرحله في الدايستول. اول واحده كان القلب بيتدخل من غير ما يبلع, مايزمنتريك ريلاكسيشن فيز, وبعدين بعد كده يتخي يملى ماكسيمم فيلينج, وبعدين يتخي يملى ريديوس فيلينج, وبعدين يتخي يملى بسبب ان الاتريوم بينزل 30%. اربع مراحل. اول مرحله كان بيتخي من غير ما يملى اسمها مايزمنتريك ريلاكسيشن فيز, لكن هنا مسموح له يريلاكس في كل مرحله الدايستول لان فولي الاستيك. هنا نوت الاستيك, يبقى الريلاكسيشن از نوت allowed اول ثرو ذا دايستول. قصدي بالدايستول ريلاكسيشن يعني الفنتركل عارف يعمل يرتخي ولا مش عارف يعمل ريلاكسيشن. هنا مسموح له ريلاكس اول ثرو ذا دايستول, يريلاكس سواء بيملى او ما بيملاش. هنا مش مسموح له ريلاكس خالص, ده بريكارد التامبونات يعني قفل خالص, وعشان كده العقل يقول دلوقتي حالا لو ما عرفتوش التامبونات وصلنا الماكسيمم الاستيك ليميت. هنا البارشالي ده اللي هو البارشالي الاستيك ده الريلاكسيشن, الريلاكسيشن دي مسموحه ان ذا ايرلي دايستول, صح؟ ليه؟ دايستول لا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الهارت هو بيعمل كده لو حواليه فايبرس تيشن مسموح له انه يريلاكس شويه لكن ما يكملش ريلاكسيشن. طب ليه ما يكملش ريلاكسيشن؟ لانه وصلنا للالاستيك ليميت بتاع الفايبرس تيشن. طب كان الفايبروسس اللي محوط على القلب ده مش حيطه, حيطه دي ميه, ده الفيروس ده الاستيك خفيف بارشل الاستيك, فيديله فتره براح في الاول يتمطع فيها بس ما يكملش.
لان الفيروس ده برضه ريجيم يوم يوقف. هي مسموح له ريلاكس في ايرلي بيرستول، لكن غير مسموح له ان يكمل البيرستول. طب اذا كان الكلام ده مظبوط والهارت بيعمل كده وحوالين من بره البريكارديا، وحط بالك هنا بالنوع ده ان البريكارديا مش طبيعي، فالبريكارديا فايبروتك، خلي بالك لازم تفهم البريكارديا فايبروتك، وممكن يبقى في كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن يعني في شويه كالسيفيكيشن برضه. طب الكالسيفيكيشن دي نشفه ريجن، يبقى القلب وهو بيعمل كده هيتمقطع في الايرلي بيرستول لحد لما يجي في الليت بيرستول يلاقي البريكارديا خشن يوقفه. ساعه لما يوقفه هيكون حصل الاتي، ان القلب خبط في البريكارديا. لما القلب يخبط في البريكارديا خبط بعد الايرلي بيرستول وفي بدايه الليت بيرستول. لما القلب يخبط في البريكارديا من ناشف تسمع له صوت، لما كان المفروض ما تسمعش صوت. ما فيش صوت بيتسمع اثناء البيرستول، الصوت ده اسمه خبطه، نق، بريكارديا نق، مكتوب في الكتاب تقراها في الكلينيكال بيكتشر. في الكلينيكال بيكتشر في حاجه اسمها بيل اوسكارتيشن بريكارديا نق. ايه البريكارديا نق ده؟ صوت ناشف بيتسمع نتيجه خبطه الريلاكسنج فنتركل في الريجن بريكارديا اثناء سيستول ولا بيرستول اثناء ما هو بيريلاكس بعد انتهاء مرحله ايرلي بيرستول وفي بدايه الليت بيرستول. الخبطه دي سببها ان الفنتركل في حاجه بتوقفه، اللي بتوقفه ده اللي يوقفه ده بريكارديا ناشف جدا. دي فروقات مهمه بين النورمال اللي هو بيريلاكس بطبيعي جدا جدا وياخد وقته كويس قوي وفي الدرجي وفي الليل من غير ما تسمعه صوت، يعني في صمت تماما. البريكارديا ديفيوجن التامبونات ما بيحصلش ريلاكسيشن خالص، لان يعني في حيطه سد قافل عليه لا ميه لا في الدرجي ولا في الليل. ده مسموح له ريلاكس في بدايه الدايستول، لكن غير مسموح له ريلاكس في الليل دايستول. وات از نون از كونستريكتيف بريكارديتس، طبيعي تفرق في الانفستيجيشن وفي الكلينيكال بيكتشر، طبعا تفرق في الانفستيجيشن وفي الكلينيكال بيكتشر اجلها اكتر. يبقى ده باثوجينيسيس. بس في حاجه سوري، نعم نعم النوك لا بس في ده صوت مش تعنينا صوت ناشف قوي، هي هو صوت بس ما بيدروش رقم. دي حاجه اسمها خبطه، دي خبطه مش صوت يعني تاني فايبريشن. نعم. ليه الايرلي؟ يعني اول واحده الايرلي. بص بقى هنمشي بالكلام ده لحد لما نروح واقول في فرق بين كونستريكتيف بيريكارديتس والبيريكارديا ديفيوجن. بص بعينك على الفرق بين الاثنين بدايه من كلينيكال بيكتشر سيمبتومز وساينس. السيمبتومز هنا نفس المره اللي فاتت بالظبط. اولا في سيمبتومز اوف ذا كوز، الكوز السببيه تي بي، لان تي بي هو الموست كومن كوز. لو عايز اكتب عنه كلمتين او ناينس بس ناين فيفر لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت. عايز تختار سبب تاني هقبله بس افضل تكتب اهم سبب. اثنين سيمبتومز اوف جنرال سيستميك كونجستشن ولو كارديال اوتبوت، هم بتوع المره اللي فاتت مع بعض الفروقات. بص كده على symptoms of systemic congestion ولو كارديال اوتبوت، نقطتين فوق بعض تكتبهم كاملين، ما تكتبليش systemic congestion ولو كارديال اوتبوت نقطه زي ما مكتوب في الكتاب، طبعا لا عشان خدناهم قبل كده. اثنين signs، نمره واحد signs of the cause برضه هو السبب تي بي apical fibrosis او apical cavitation. مفيش هنا في ال الساينز السيمبتومز بتاع اللو سوري اللو كارديال اوتبوت. عندنا المره اللي احنا المره اللي فاتت قلنا من ضمن السيمبتومز غير السيستميك كونجستشن غير اللو كارديال اوتبوت كان في بين، كان في بريشر سيمبتومز. هنا لا في بين ولا في بريشر سيمبتومز، لان هنا مفيش ميه. الميه هي اللي كانت عامله بين لما تعمل ستريتش للبريكارديال مفيش ميه، والميه اللي كانت عامله ضغط مفيش ميه هنا، فهنا لا في بين ولا في بريشر سيمبتومز. وبنفس المنطق
لما تفحص العيان مفيش الكيوبيتس، لان الكيوبيتس كان عام بيربط لوضع الفريال بسبب الميه، مفيش ميه هنا، فذير از نو سبيشال بالكيوبيتس. وخلي بالك برضه في الامتحان الكلينيكال لما تيجي تقول في الامتحان على دي ما تقولش الاسطمبه المشهوره دي، انا قلت كده الكلينيكال بتكلم على الامتحان الكلينيكال. تعليمك في دروس الكلينيكال دايما تقول the patient is of average build, mood, mentality, memory, cooperative, well-oriented to time, place, and persons, lying comfortable in bed. في اسطمبة كده. ما تقولش اسطمبة دي هنا. كلمة lying comfortable in bed. بعض الناس بتقبلها وبعض الناس لا. أنا هقبلها، أنا واحد بكبر دماغي مش مشكلة. لكن في ناس تقول لك طب وانت مش عرفت منين عن كومفورتبل ان بيد، ولا اقول له نو سبيشال ديكيوبيتس. لما ما تلاقيش عيان راقد في وضع معين، لو الوضع المعين زي اورثوبيا في ليفت سايد الهارت فيلير، وهنا ده بريرز في الصفحه اللي الدرس اللي فات بريرز بوزيشن، وفي عندنا فالوكس ستراتيجي في الاطفال بيبقى سباتي، وفي حاجه اسمها بريبوكيا بتعمل تشست. ما تقولش كده، قول لما تلاقي عيان ما عندوش حاجه من الحاجات دي قول له نو سبيشال ديكيوبيتس اسهل. وبعدين هتقول له بقيه الحاجات. ساينز اوف سيستميك كونجستشن هي بالظبط زي المره اللي فاتت مع فرق واحد، ان الواي هنا بروميننت. ساين اسمها فريدريك ساين، دي عليها كويستشن مارك قلت لك، وعليها خلاف كبير جدا، افضل ما تقولهاش. ونفس الحاجتين بتوع المره اللي فاتت اللي هي كونجستد بولسيتنج ميك فينز، والتانية اسمها كوزموك ساينس. لكن حكاية الواي هنا عليها خلاف كبير، في البريكارديال تامبونات مؤكدة إن الواي اتنيويتد أو أبسنت واي. الساينس أوف لو كارديال أوتبوت هما هما، بس البالسس بارادوكسس موجود هنا في 30% من العينين. المرة اللي فاتت شرحنا بالسس بارادوكسس، فهو كان من ضمن أسبابه كونستريكتيف بيريكارديتس ولا؟ أيوه، بس هنا موجود بنسبة أقل، لأن هنا المية بتزنق أكتر من الفيبروزيس، فالفيبروزيس بيزنق أقل من المية. إتريال فيبريليشن في 30% ما قلناهوش مع البريكارديال إفيوجن، بس أنت افتح كده درس الـ AF في الكتاب، إتريال فيبريليشن، افتح كده درس الـ AF معايا في الكتاب وشوف أسباب الـ إتريال فيبريليشن، بص كده على أسباب الـ AF في الكتاب. لو كان ناقص كنا نزوده بس هو مكتوب. Atrial fibrillation. شوف الـ most common cause في AF هو systemic hypertension. لكن من ضمن الأسباب في constrictive pericarditis في الكتاب ولا؟ 30% من الحالات، من الحالات اللي يعني لو جالك 10 عيانين عندهم constrictive pericarditis تلاقي 3 منهم عندهم AF. الفكرة أنت الآتي كده بالمنظر ده الهارت كده قلب طبيعي جدا، وده البريكارديوم كده كده، دي معناها فايبرس تيشو، ده مش بريكارديوم طبيعي. عشان المنظر اللي انت شايفه ده مفيش غير علاج واحد ليه، لما يوصل لفايبرس تيشو كده تشيل البريكارديوم خالص، بريكارديوم. فده فايبروزس حوالين هارت المنظر. فالروزز ده عبارة عن فايبرس تيشو، وده الاتريوم كده. هيحصل هنا على الاتريوم تراكشن، بيشد الفايبروز الموجود هنا ده، بيشد على الاتريوم تراكشن. يعني في الاتريوم كلمة ستريتش، تلاقي الاتريوم مشدود، لأن الفايبروز في البريكارديوم بيشد على الاتريوم وول. طب إذا عمل كلمة ستريتش، ده كان من ضمن الاسباب اللي بتنطط الاكشن بوتنشال من ماينس 90 لماينس 60، وبيخلق اريثميا في الاتريوم كتير اشهرهم اتريال فايبريليشن. حد يعترض يقول لك طب اشمعنى الاتريوم؟ طب ما جايز الفنتركل. لا يعقل، لان انت خارج الفنتركل لا تسمح ان يتشد الفنتركل تخين، ما يتشدش من الفايبروزس الموجود في البريكارديوم. فالفيبروز الموجود في البريكارديا ده بيعمل تراكشن على الاتريال وول، وبيخلق ستريتش، وبيخلق اتريال اريثمياز، اشهرها اتريال فيبريليشن في 30% من العين. عينك تشوف الكلينيكالي الكارديك ساينس
بص ايه الفرق ما بين ده وما بين المره اللي فاتت؟ مفيش هنا بيركشن، لان بيركشن معتمد على وجود ميه، مفيش ميه هنا فمفيش بيركشن، مفيش قيمه للبيركشن، ممنوع روائحك ولا اي حاجه خالص خالص في التصريح. لكن تلاقي نفس حكايه الانسبكشن بارتيشن، وفي الاوسكالتيشن برضه ما في البارت الايكس ضعيفه، وفي الاوسكالتيشن الصوت ضعيف، لكن في هنا بريكارديال نق موجوده في الدايستول. البريكارديال نق الموجوده في الدايستول دي لازم تقول انها بعد انتهاء الدرج دايستول وفي بدايه الليل دايستول ساعه لما نوصل لاستيك كيلوز. اجل الانفستيجيشن شويه وقول لك ديفرنشال دايجنوزز خلاص. التريتمنت اجل الانفستيجيشن شويه. التريتمنت هسبق شويه واقول التريتمنت مفيش غير ان انت تشيل ده بيريكارديكتور، لانه ممكن يعيش من غير بيريكارديال وزائد تريتمنت اوف ديكوز، بياخد انتي بيريكارديال دراجز قبل وبعد عمليه البيريكارديال، يبقى هو علاجه الاساسي من البيريكارديال اللي اتليف ده وحادث الهارت او زانق عليه وعامل مشاكل على الهارت وعامل سيستم كونجستشن روك كارديك اكوت، يبقى لازم البيريكارديال ده يتشال جراحيا، ما يسمى بيريكارديكتور زائد قبل وبعد تريتمنت اوف ديكوز. قلنا هنا مفيش دور للكورتيزون، مفيش دور للكورتيزون لان الكورتيزون خلاص انا حصل حصل انا واقف لسه شويه. تقولي لي اسمك؟ نعم نعم معلش شويه. المره اللي فاتت خدنا الاسباب اللي بتعمل فالسس بارادوكسس ويوبيان. انا عايز اسمع. والبريكارديال انفيوجن فالمايبوليزم مش مهمه خالص، عليها مشاكل كبيره او كده. اللي قدامها انت اسمك فكرين. اسراء قالت لي كده، تقولي لي المره اللي فاتت خدنا الاسباب اللي بتعمل هايبر بريكارديال، ميه في البريكارديال من النوع سبب البريكارديال انفيوجن بلاد يبقى في بليدنج من حاجه ثانيه. صح مظبوط. هبه؟ نعم؟ اميره اميره قالت لي كده، ودي دي الاسباب اللي بتعمل اكسلنت اكسلنت. بس عايز افهم مش اللي هو مين؟ ويفهم بس ال 12 سبب اللي بيعملوا درايف بريكاردايتس بيعملوا ايه؟ لو سالت عن اسباب الاكسيدنت سمعت ال 12 سبب اللي بيعملوا درايف بريكاردايتس، بعدين تقولي في الاخر ان الموست كومن هم الاربعه دول. لا كويس كفايه انت اسمك ايه؟ اسراء. هو ايه الجدول اللي يفرق بين برينس مينتال انجينا وبريكاردايتس؟ كرومويل اي ام اي مكتوب من كورتين. عندي واحد شكل الاس بي سيجمنت ده مش مهم قوي، ايه اللي بعده ايه؟ بتعبر عن حتة من قلب ميت ثلاثة في مين؟ ايه كمان؟ دلوقتي انزايم تو كيو واللي بيت اسي فاكر في حاجة كمان ديستريبيوشن قلت فين؟ بيريكارديتس.
الكاربايتس بتاني كل يستناها جلوبال سيجمنتال هو الاي ام اي والبري سيجمنتال انجينا. مظبوط. الاء ايه هم الكوزز بتاعت الدراي بيريكاردايتس؟ حاولت ان انا اقاوم اجي هنا على الظهر ما عرفتش خالص.
صحيح. لسه بتاع الصبح في قصة عين لغيتها، بس حاولت ان اجي هنا على الميعاد لحد دلوقتي شويه برضه، بس احسن يعني. القصه ايه؟ الله يخليك. الانفستيجيشنز كانت، بص هي تتفهم بس لازم تحفظها على رسمه الكارتكس. في الاول انا قلت، وبعدين اول اهمهم اي سي جي برضه لو فولتج زي بتاعت الكارديا انفيوجن. اللو فولتج هنا سببه نقص كارديك موبيليتي، موفمنت قليله ضعيفه. انا مش فالالكتريك اكتيفيتي اوف ذا هارت اتنيويت. تاني هنا الفولتج لو، لو فولتج لانه الهارت الموفمنت بتاعته ضعيفه لانه متحزن للفايبروزس. وبناء عليه الالكتريك اكتيفيتي اوف ذا هارت اتنيويت. طب رسم القلب بيسجل الالكتريك اكتيفيتي اوف ذا هارت. على فكره بالمناسبه كلمه لو فولتج في الاي سي جي دي فيري نون سبيسيفيك، لان لما ناخد اي سي جي ان شاء الله هتلاقيني كتبت على البروجيكتور في الاي سي جي هناك حوالي 12 13 سبب للو فولتج. يعني مثلا في كتاب الجسم لما تروح على درس السي او بي دي هتلاقي لو فولتج، في الاكسديما هتلاقي لو فولتج، في الامايلودوز السربويدوز، حاجات كتيره. وبناء عليها فيري نون سبيسيفيك. في البريكارديا ديفيوجن في لو فولتج لان انت بتبقى حاطط السلك على جسم العيان وفي طبقه عزل بين السلك المحطوط وبين القلب، فالكهرباء بتوصل للسلك ضعيفه. هنا في لو فولتج علشان الموفمنت بتاع القلب ضعيف، فالالكتريك اكتيفيتي ضعيفه فبتوصل للسلك ضعيفه. وزي ما رسمتها لك في اول حصه الفولتج مش مش العرض، الفولتج هو الارتفاع اللي هو لما تلاقي هنقولها هنوريها لك ان شاء الله في الاي سي جي كده. المنظر ده ده نورمال كده، لكن بتبقى عامله المنظر ده لو امبليتيود، امبليتيود او فولتج. واحد يقول طبعا اقدر اعرف منين انها لو فولتج بالشكل كده يعني انها قلت؟ لا طبعا لازم تكون عرفت قلت قد ايه، ليها مقياس، ليها مقياس كام اجيبها. يبقى نمرة واحد لو فولتج، نمرة اثنين فلات او اللي هي نون سبيسيفيك اس تي دي تشينج. دي لما بتشوفها في اي كتاب ولا لها قيمة خالص، اللي هي ايه؟ اللي هي كده ده كيو ار اس، وتلاقي تي انفيرتد او تي فلات، او تلاقي كده اس تي ديبرست عن البيز لاين، اس تي تحت وفلات او انفيرتد تي دول اسمهم حتى باين نون سبيسيفيك اس تي دي تشينجز. اللي احنا اهتمينا بيها الحصه اللي فاتت مش الاس تي ده، اهتمينا لما طلعت لفوق دي مهمه جدا بلاش قيمه. ايه اف في 30% من الحالات؟ طيب الاول انا هقولهم وبعدين اقول اهمهم. تشست اكس راي اعلم بس على حاجتين، لانج وليجينيا نفس فكره البريكارديال افيوجن. طب لانج وليجينيا ليه؟ لان احنا قلنا في الاول ان القلب مزنوق. اذا القلب مزنوق يبقى الدم اللي داخل القلب قليل، يبقى مش رايح اللانج كفايه، يبقى اللانج الفيسلز اللي فيها مش مليانه دم كفايه، فخيال الفيسلز ضعيف. اللي هي لانج وليجينيا بين قوسين يعني ديمينيش فاسكيلار ماركينز، يعني الفاسكيلار ماركينز ضعيفه. علم على اهم حاجه في الاكس راي كالسيفيكيشن. طب دي بتبان في منتهى الوضوح. والكالسيفيكيشن دي اللي بتفرق من ضمن الفروقات ما بين بريكارديال انفيوجن وستريكتيف بيريكارديتس. بعد كده ايكو. ايكو بيبين علامه اسمها بريكارديال ثيكنينج. يعني ايه بريكارديال ثيكنينج؟ يعني يقيس تخانه البريكارديا، يلاقيه تخن. الايكو كان بيخلي بس اجيب الحاجات دي بيعمل بريبيبين بريكارديال ديكين. في حاجه ثانيه بتبين بريكارديال ديكين، ام ار اي وسي تي سكان. يعني لو عملت اشعه ام ار اي على صدره او سي تي سكان مقطعي على صدره يقيس تخنت البريكارديال يلاقيه تخين. هو تخين ليه؟ عشان في فيروزس. الايكو تخين
وفي الام ار اي وفي السي تي سكان تغيير تخانق البريكاردال، ده دليل ان عنده فايبروزس. في الدرس اللي بتاع البريكاردال فيوجن اللي قلته من شويه كان اهم انفستيجيشن ايكو، قلت لك لو جبت واحد لسه متعلم ايكو مش هيغلط في الميه ابدا. على قد ما الايكو كان اهم انفستيجيشن في البريكاردال فيوجن، على قد ما الايكو ملوش قيمه هنا. حد يعترض يقول لي ملوش قيمه هنا ازاي؟ ده بيبين بريكاردال تيكنج. ايوه بيبين بريكاردال تيكنج لكن غير دقيق اطلاقا. يعني قدره الايكو ان يشوف بريكاردال تيكنج قدره ضعيفه جدا. ومن مين القدره؟ ام ار اي وسي تي سكان. وبناء عليه على قد ما الايكو اهم حاجه في البريكارديال ديفيوجن ملوش قيمه في الكونستريكتيف بريكاردس. القيمه للام ار وسي تي سكان بيبان بريكارديال ديفيوجن. والقيمه كمان لحاجه اسمها كارديال كاتيترايزيشن وانجيوكارديوجرام. مكتوب في الكتاب رقم بيبين سكوير مون ساين. انا هقراها الاول بعد شهر. early diastolic dip followed by plateau in right or left ventricular pressure basis. شكلها متناسق، جمله غريبه شويه بس هي سهله جدا. تعالى نفهمها. قبل ما نفهمها هتقول فكر لي قبل ما انسى بعد شويه اقول لك مين الموست امبورتنت انفستيجيشنز في الورد. لكن تعالى نفهم دي ايه. دي انفيزيف، قسطره بتخش قلب العيان. انفيزف عشان تشخص ايه كده بالمنظر. قلب الضغط كده ودي الناحيه اليمين رايت سايد ودي الناحيه الشمال ليفت. ده الفنتركل اليمين وده الفنتركل الشمال. ما تفرقش معايا ابدا ابدا احط القسطره فين. يا هنا ادي كده قسطره يا في الشمال. لو كانت قسطرة عايز ادخلها للفنتركل اليمين ادخلها من فيمورال فين. لو قسطرة عايز اوصلها للفنتركل الشمال ادخلها من فيمورال ارتري. تفرق في الدايجنوز صفر ولا تعرف. مفيش اي فرق خالص دخلتها من الناحية دي او دخلتها من الناحية. بس طبعا مش الاثنين، يا ده يا ده. يعني يا اما تحطها هنا يا اما تحطها هنا عشان تشوف ايه. عشان تكون القسطره دي متوصله بره كده بجهاز ضغط. جهاز ضغط يقيس ايه؟ يقيس الضغط في الرايت فنتركل او الليفت. يفرق؟ لا خالص خالص. ما يفرقش معايا خالص اقيس الضغط في الرايت فنتركل ولا الليفت. خالص فرقش. يقيس لي تغيرات، خلي بالك لازم تفهم تغيرات الضغط اللي بتحصل يا في الرايت فنتركل يا في الليفت فنتركل اثناء فقره الدايستول. اثناء فقره الدايستول يبقى القسطره دي بدخلها في الرايت فنتركل انفيزف او في الليفت فنتركل انفيزف. يا ده يا ده متوصله بره الجهاز الضغط. الجهاز الضغط ده يسجل تغيرات الضغط اللي بتحصل هنا او هنا اثناء فتره دايستول بس مش عايز غير كده. ويطلع ويترجم تغيرات الضغط دي يرسمها لي في هيئه رسمه. تطلع الرسمه عامله المنظر ده. الرسمه لما تطلع عامله المنظر ده شبه السكوير روت ساين اللي كنا بناخدها في المدارس كانت 9 3 مثلا مش كده؟ كويس يبقى كده. اذا كان الكلام ده مظبوط الرسمه دي معناها ايه؟ معناها ان الضغط في الدايستول بينزل الاول لتحت يقل وبعدين يعلى وبعدين يثبت. ثلاث مراحل. يقل شويه في الاول، في اول الدايستول الضغط يقل شويه وبعدين يعلى شويه وبعدين يثبت. كم مرحله ثلاثه؟ اتسمت ايه دي؟ نرجع نقراها تاني. ايرلي دايستوليك ديب. دي ايرلي دايستوليك ديب. دي يعني ينزل ويطلع. لما تحط كده جدول ميه ولا حاجه بتنزله وتطلعه. دي يعني ينزل ويطلع وبعدين يثبت بلاتو.
كان عندي نزول وطلوع اسمها early diastolic اسمه دي early وليت plateau كده. طب يديك شكل في الاخر عامل كده اسمها square root sign. ده ايه اللي ينزل ويطلع؟ هو ايه اللي ينزل ويطلع؟ ايه هو ايه؟ تغيرات الضغط. ليه كده؟ مفهومه جدا. لو مش مفهومه انا هقول لك معرفش، لكن دي معروفه جدا. خلي بالك اللي بينزل ويطلع كده الضغط نازل في الايرلي دايستول ويطلع وبعدين يسرق. قصه كده بالمنظر. ما تفرقش بقى في رايت فنتركل او في ليفت خالص. ما تفرقش خالص. هو مين اللي مسموح بفيروز؟ رايت ولا ليفت؟ الاثنين. مين اللي مسموح له يريلاكس في الايرلي دايستول وممنوع في الليت دايستول؟ الاثنين. ما تفرقش. انت لازم تبقى عارف ده تفسيرها على الكاردياك سايكل. الاول انا احط الكاردياك سايكل كده بالمنظر. احنا اخذنا في سوري الاتريوم كيوب اللي سوري قصدي الفنتريكل كده اس 1 S2 وبعدين رجعنا ل S1. بس كان في كمان على الرسمه دي حته مهمه جدا اللي هي دي. تفكرت بالفرد السايكل الثاني الاول بسرعه. S1 ده قفلت مايترال تريكسبت بداية سيستول. ده سيستول وبعدين هنا فتحت أورتيك وبالموناري من غير صوت. قفلت أورتيك وبالموناري بالصوت الثاني من النقطة دي للنقطة دي ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. النقطة دي فتحت مايترال تريكسبت. أنا واخد خط هنا ودي بداية الفيلم. أما الخط ده بداية دايستول وده نهاية دايستول. يعني من خط S2 من S2 ل S1 دي دايستول. بس من أول نقطة الخضراء اللي فتح فيها مايترال وتركسبت بداية فيلينج يبقى المرحلة دي مرحلة ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. ومن هنا لهنا فيلينج بس من هنا لهنا باسيف ودي اكتف. حتى الباسل فيه في الاول سريع وبعدين بطيء. بص المرحله دي سيستول والمرحله دي دايستول. S1 S2 S1 دي فتحه مايترال تريكسبت. الرسمه دي ما بتعبرش ابدا ابدا عن بريشر تشينجز. انا قلت كده قبل كده. الرسمه دي مش بتعبر عن تغيرات ضغط. الرسمة دي بتعبر لي عن نشاط الفنتركل والإيكريم. ده نشاطه وهو بيكونتراكت فنتركل وده نشاط الإيكريم. الويف دي نشاط الإيكريم والويف دي نشاط الفنتركل أثناء كونتراكشن. ده ريلاكسيشن اللي هو الدايستول. لكن ما بيقوليش تغيرات ضغط خالص، مش راسم لي تغيرات ضغط خالص. ده هنا بيقول لي بس ده بيكونتراكت وده بيكونتراكت. بيريلاكس فين؟ من S2 S1. أول حتة اللي أنا حاطط عليها إي دي دي بيريلاكس من غير ما يبلع. اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن فيلينج. وبعدين من هنا لهنا بيريلاكس وهو بيبلع. ثلاث مراحل. ماكسيمم فيلينج، ريديوس فيلينج، وبعدين 30% بتوع نرسم بقى رسمة تغيرات الضغط. في العيان اللي عنده كونستريكتيف بيريكاردايتس تطلع علامة سكوير روت ساين. فين الدايستول بداية؟ اهو فين نهايته؟ على الدايستول ده من هنا لهنا ده الدايستول. ارسم سكوير روت ساين هتطلع كده بالمنظر. من هنا لهنا. طب ايه؟ تعال شوف الثلاثة الثلاث ضلوع بتوعهم. الضلع النازل ده الخط ده كمله لتحت كده اهو. النقطة دي هي هي
ايه؟ فتحة مايكرون وترايكس. تعال اللي نازل ده كورسبوندنج ليفو ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. طب هو الفنتريكل هو في مرحله ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، البريشر بيزيد ولا بيقل؟ بيقل من غير تغيير في الفوليوم، يعني القلب هو اللي مقفول. يعني معنى كده ان المرحله دي اللي هي فيل سكوير روت ساين نازله هي مرحله ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. طب دي كل الناس حتى طبيعي، حتى طبيعي. وبعدين يجي النقطه دي، النقطه دي يفتح مين؟ مايكرو لو تراكاستر. يوم الفنتركل بيريلاكس برضه بس هو بيملى. طب هو بيملى يبقى الضغط بيزيد اللي هي الطلعه كويس. لحد دلوقتي انسان طبيعي خالص. اللي مش طبيعي هي الكسره في البلاتو. عند النقطه دي حصل حاجه مش طبيعيه. عند النقطه دي حصل بلاتو، الضغط بدل ما كان بيطلع ثبت. ايه اللي سببه؟ مش مسموح له ريلاكس في الليت برست. النقطه من هنا لهنا الحته دي اسمها ايرلي برستور والحته دي ليت برستور. وبالتالي هكتب هنا ايرلي وهكتب هنا ليت. الفنتركل مسموح له سواء رايت او ليفت، مسموح له ريلاكس في الايرلي برستور لكن غير مسموح له ريلاكس في الليل برستول. فهو نزلت ايزومتريك ريلاكسيشن طلعت بيملى بس ما كملش يملى لان سبب في حاجه قفلتها اللي هي ايه؟ الريجيد بيريكارديوم، لان وصلت الاستيك ليميت، لان قلت لك مسموح له ريلاكس في الايرلي غير مسموح له ريلاكس في الليل. اكيد 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 عند النقطه الحمراء تسمع صوت لو انت حاطط السماعه اللي هو بيريكارديال نوك. الصوت بتاع البيريكارديال نوك بيتسمع عند النقطة دي لأن النقطة دي هي النقطة اللي وقفت البيريكارديال إنه يتمطع زيادة. وأكيد أكيد إن الإيرلي بايستول مسموح لكن الليل بايستول مش مسموح. فهو لو كان إنسان طبيعي وكنت برسم تغيرات الضغط في الإنسان الطبيعي كانت تبقى الرسمة شكلها إيه؟ كانت تبقى الرسمه دي نازله لانه ايزومتريك ريلاكسيشن صح، ودي طبعا لانه بيبدا بس كان يكمل كده. كانت تبقى علامه صح، كانت تبقى علامه صح لانه بيكمل للاخر. لحد هنا مسموح له يكمل فين للاخر. السؤال الثاني لو كان واحد ده، انا جيت النقطه دي، لو جيت النقطه اللي هنا دي نقلتها هنا كده بالمنظر ده، يعني عملت سكوير روت ساين، خلي بالك بس كده. لو النقطة دي نقلتها كده الناحية دي عليا كده، يعني معنى كده ان الديزيز ده التارجت الفايبروزس في العيان ده أكتر ولا أقل؟ لما أنقل كده أقل طبعا، لأن مسموح له يريلاكس فترة أطول. ولو لو نقلت النقطة دي هنا يبقى معنى كده إن الريلاكسيشن بتاعته أقل. وقف بدري لو نقلته كده يبقى وقف بدري، لو نقلته كده يبقى وقف متأخر. ولو وقف بدري يبقى الفايبروز أشد، ولو وقف متأخر يبقى الفايبروز أقل. بتعتمد على درجة الفيروس. طبعا انا رسمتها هنا كدرجه لكن ممكن تبقى هنا ممكن تبقى هنا. بس حتى لو كانت هنا هي علامه سكوير روت ساين، وحتى لو كانت هنا هي برضه علامه سكوير روت ساين، ليها ثلاث اضلاع ثلاث اجزاء، جزء نازل جيومتريك ريلاكسيشن فيز، وجزء طالع فيلينج في الاول، وجزء البلاتو مش مسموح يكمل الباستول لانه مش مسموح. لكن لو كان انسان طبيعي كان يكمل علامة صح. ليه كمل علامة صح لحد S1؟ لأنه بيملى للآخر. يبقى دايما الإنسان الطبيعي لو كنت ترسم البريشر تشينجز عنده جوه الفنتركل يكمل لجوه. خلي بالك من الكلام إن اللي أنا رسمته ده مش مرتبط برايت فنتركل أو ليفت فنتركل، لأن القلب مزنوق بفايبروزس من ناحيتين سواء رايت أو ليفت. مظبوط. خلاص. I'm
الموست كومن انفستيجيشنز بالترتيب للعمل هما ام ار اي وسي تي سكان. دي اهم حاجه ام ار اي وسي تي سكان اول واحد تاتي حتى 10 من ام ار وسي تي سكان لحتى 10 من 1 ل 10 اللي بعدهم دي كاردياك كاتيترايزيشن انجيوكارديوجرافي برغم ان دي دقيقه جدا 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 وتشخص جدا الا ان ما بحطهاش نمره واحد لانها انفيزيف. تيجي قبلها ام ار اي وسي سكان يقول لك عشان تبين ايه تقول له يبين فكري يبان فكري ليه تقول له عشان في فايبروزس. ثالث واحده بالترتيب كالسيفيكيشن في الجست اكس هما الثلاثه دول فقط كالسيفيكيشن بالترتيب الثلاثه دول ام ار اي وسي تي سكان ثم دي ثم الكالسيفيكيشن في الجست اكس راي. واحد يقول لي فين الايكو؟ الايكو مش داخل الايكو مش داخل هنا خالص دي جي شريف الهواري ريمكس.